تخرجنا ب2020 كتير مميز. خلونا نرجع لورا لنشوف كيف مرق هذا الفصل. كتير شغلات كنا نتمنى نعملها بالمحاضرة وتحققت إلنا بآخر فصل بس بطريقة مختلفة، زي اللي كان يتمنى يلعب ببجي وقت المحاضرة، واللي مفكر حاله مركز بمحاضراته بس أتاري مركز بمسلسلاته، وهاد بنعتمد عليه عشان يجهز لنا الفاينل بس طلع مضيعنا، واللي طول يومه قرفان، وهذا صاحبنا اللي ما صدق انه خريج وقضاها نايم. اما احنا البنات كانت هاي فرصتنا نهتم بحالنا بدل علاماتنا، وزي اللي حققت امنيتها ونامت بوقت محاضرتها، واللي بطلت تشيل هم طبخاتها وتخلصها بوقت محاضراتها، ويكفيك شر الجارات بس يتجمعوا ويقضوها شدة وشبس وهم ضمنين يتخرجوا. وبالنسبة للامتحانات كان إلها طعم مختلف، مرت خفيفة لطيفة، مش شايلين هم المعدل بس نضمن النجاح. وهون كانت أجمل اللحظات المليانة فخر وسعادة واللي عشناها سوا. وهيك تخرجنا. اهرب اهرب. ثلاث، اثنين، واحد.